وفي الوالد ديالي الله يرحمه كان ميليتير الوغ انا فاش دخلت لهذا الميدان دخلت تخبيه فهمتيني حيت هو كان عنده داك سيت ان هوم دو تاع عنده ان شوما ما كاينينش بزاف اللي شفتو خاص تقرا خاص تاخذ دي ديبلوم خاصك دير باش تسميتو باش تقدر تخدم وخاص بيان سور الوغ فاش بديت تخبيه باسكو كان داك الخوف تقول ما غيتقبلش الوالد وداك الشيء المسرح تقول المسرح من بعد فاش دازت واحد 3 ans وانا كندير هاد لي زاكتيفيتي لو بروميير فوا جي يو ان سالير je lui ai ramené la fiche de paye. Mm. Voilà, c'est mon premier salaire en tant que instituteur, entre guillemets, ou là, animateur d'atelier théâtre. Mm. Et c'est là où il a compris que là, c'est un métier en fait. Mm. Non, là, c'est un métier. C'est là où il a compris, il m'a donné sa main. Il m'a donné sa bénédiction. Après, il est devenu mon premier supporter. Il est devenu la première personne qui me soutenait mes choix, mes projets. C'est lui qui m'a poussé à aller plus loin. C'est lui. حنا ابتدي كان ديجا في هاد لو كوتي ديال لا ليكتور ان فيت كان كيلكان كي ليزي بوكو كي alors du coup il me poussait après il قول لي vas-y منين نتايا متاكد بان هاد الميتي هو اللي باغي دير صلى الله يعاونك صافي صافي مبروك نعم الله يحفظك الله يحفظك زكي ديما شي بابلو ديما عندنا انا فان ديال الله يحفظك واحد المساله اللي زوينه بزاف ما عرفتش واش عاوناتك في الكاريير ديالك ولا لا ديك لابونيمور ديالك واخا في ادوار كتكون معقوله مي ديما عندنا كتلقى ديما غيخرج واحد الكاك ولا جوج واخا يكون في دور يعني ملعوب دراما داك واحد ما عرفتش تتبع جاويد كتعاونك في هذه المساله ولا لا واللي خلاتك يعني من الظهور ديالك حتى لدابا خليتي المخرجين المنتجين يتصلوا بك وتلعب بزاف ديال الاعمال ليومنا بتتخ لفيت باش تكون من مراكش صائد شويه لان مراكشين شي شويه فيهم القشابه فيهم الوسط بونجو تاع التريكي مي اوسي سي واحد الكوتي في بيرسوناليتي انا حبيت نقول انا رخيعه فهمتيني الدارجه تاع مراكشي تنقولوا طرخيعه فهمتيني ما وقع والو وما كاينش مشاكل خلاها صعب فهاد ما كاينش مشاكل يعني كيخرج واحد الكوتي فاني فيا كيخرج بالضغطات في لي بيرسوناج بزز عليا مي دي سيغتان بيرسوناج ما تيخرجش كتجمع هذيك ما خاصوش يتجمع لان تيكون عليك تلقى هيا هربط مي فوالا انا كيعجبني نضحك كيعجبني نقشب كيعجبني نخيا هذاك ديما اللي خالقها في التورنج ديما شويه فين عندنا واش غادي نحضر السعاده ندير الحلقه حيت خاص واحد يكون بحال هكا انا كيجري بينا خاص بنادم يكون طلقها يكون مبسوط يكون بشراهه ما كاينش لاش داك كن زيد داكشي صافي مالو كير كيضري في القلب فهمتي غير مي طري خيها ورحم الله داك اللي قال لك القلب شراه هكا شراه عطيو 20 تاع كاع مشكلات تلقى مشور ديما ولكن ما كنشوفوش بزاف خارج لي تورناج